country, we saw all the bad things happen to the team. Every injury, every record, missed penalty. How did you take the lessons from that before your trip to Qatar? Yeah, it's football teaches you many lessons. هو السؤال برضه عشان لحد ما حد سمع بيقول النهارده حصل احداث كتيره سلبيه في الشوط الاولاني، كارت احمر واهدار ضربه جزاء و يعني واصابات، فيا ترى اصابه كهرباء وخروجه ده حاجه زي كده طبعا، ايه بتطلع منها دروس، ايه الدروس المستفاده من حاجه زي كده قبل ما تسافر كازابلانكا عشان تلعب مع الوداد؟ Our jobs are difficult. We are, that's why we are coaches. We must help the team in these difficult conditions. احنا طبعا بنستفيد بنطلع دروس كتير من كره القدم، احنا دورنا كمدربين ان احنا نفيد الفريق ونعلم اللعيبه. We need to remain calm. عايزين نحافظ على الهدوء. And make the players feel confident that there is no problem. نخلي اللعيبه عندها ثقه دايما. We have challenges. في لحظات التحدي او اللحظات الصعبه بتدي اللعيبه احساس ان ما فيش مشكله، يبقوا هادين، ما عندهم تحدي يقدروا يعملوا. يعني يهدي اللعيبه في الاوقات الصعبه وديهم ثقه. Since I came here I've never had it easy. It's either somebody's injured or suspended or something. Everything happens. One day I'll have it nice. منذ قدومي هنا ما فيش حاجه حصلت، يعني كان دايما في اصابات كتير وده ايقافات وحاجات زي كده، ما فيش حاجه، ما فيش ماتش في يوم من الماتشات كان حصل من غير مشاكل، من غير ما كان يوم كويس. كل ماتش وقت ما جيت كل ماتش بخسر لعيب. But we move on, we don't complain. لكن بنكمل على طول، ما بنحتاجش، ما بنشتكيش يعني.